الجديد ديالي هو صياد النعام. وطبعا هي صياد النعام جديده كاغنيه، ولكن ماشي جديده كفكره وكمثل، لانه مثل شعبي موروث حضاري وثقافي عندنا، كنشوفوه كنسمعناه من والدينا ومن جدودنا، ولكن في الاغنيه وضفته عنده اكثر من دلاله. والجديد انني درته بطريقه الفيديو كليب راقصه نوعا ما، على خلاف الانواع اللي كنت كنقدم اللي عندها ميول اكثر درامي. اول حاجه ديجا صديقه ديالي كانت جمعتنا بزاف الحفلات وبزاف البرامج التلفزيونيه، وصديقه من واحد الفتره يعني. فطبعا انا ما دمت فكرت انني غنخرج من نمط درامي الى نمط احتفالي وراقص، ففكرت في مجموعه ديجا، لانها كتدير التراث الشعبي بواحد الطريقه لي مودرن، كتماشى مع الفكر ديال الشباب. لان كما قلت صياد نعم عندها اكثر من دلاله، وانا صياد نعم كنقصد بها طبعا دائما الاغاني ديالي كتلقاي فيها واحد الثوره ضد الغرور والتكبر والسلطه اللي كتكون اللي عنده، كي مثلا كاين اللي كتكون عنده سلطه على شخص اخر، سواء في علاقه عاطفيه، سواء في علاقه عمل، سواء في علاقه اجتماعيه ككل، وكيستغلها اسوء استغلال. وهذه هي منين جات الفكره ديال صياد نعم. لا انا غنيت للناس الاخرين، ولكن خصوصا الانواع الدراميه اللي كتكون مايله للدراما والحزن، فكنكون يا اما عشتها يا اما عايشتها، يا اما عشتها انا شخصيا يا اما عايشتها عن قرب، شفتها قريبه مني. فطبعا كنظن ان اللي عاش الحاجه هو اللي كيكون اكثر، سواء انا سواء انت سواء ايا كان، اكثر انسان غيعبر عليها وغيتكلم عليها. كاين عندي انا بصدد عمل واحد الاغنيه جميله مغربيه ان شاء الله كنتمنى تعجبكم، مع الفنانه سعاد حسن من كلماتي والحاني، وغتاديها سعاد. وان شاء الله كاين عمل ثاني قيد التحضير انا مع الفنانه اسماء المنور من بعد ما نجح اغنيه صبيه، وهذا الشيء اللي كاين، واغاني اخرى كنسجلها بصوتي ان شاء الله. عندي بصراحه تعرض عليا، اتصلوا بيا بعض الناس وبدون ذكر اسماء باش نكتب لهم وندير لهم اغنيه مزيج ما بين الراي وما بين المغربي وما بين الشرقي، سواء مصري او لبناني، ولكن بصراحه ما عنديش اقتناع تام بهذوك الاصوات، لان ما غتاديش الستيل اللي كندير انا. حسيم عمر طبعا، هادي كومون يسابيل بلا عنوان، بيان سور خرج منا الطابع ديالنا ديال الحي محمدي، لان تا هو الحي محمدي. وانا كل ما هو مغربي كنفتخر به يعني، كنهزو فوق راسي يعني، اللي كنحس بالريحه ديال تا مغربي كاينه في العمل. هي انا ماشي ضد الانفتاح على حضارات اخرى ولا ثقافات اخرى، انما كتبقى الهويه ديالنا فوق الراس. طبعا اكيد كاين يقول لك فين هو الزواج، فين ما دخلت لشي قصه كتشرشم. عرفت ممكن مني انا الغلط، ممكن منها هي، ممكن ما كنقدرش ندخل في هذا، لان ما يمكنش نبقى نديك انا الضحيه، انا ما عنديش هذيك الفكره. ان فلسفيا الانسان عند بالو راه دائما على صواب. جربت واحد التجربه وكانت غاده مزيان، ولكن شاءت الاقدار ان هذا، وخلتني نعود حساباتي اكثر من مره، لان ما سالتش بسهوله وما سالتش بسلام، خلت واحد الاثر صعيب. سو كي في غنرجع لذاك الشيء اللي كانوا كيقولوا الناس الاولين، ان حياه الفنان مع الزواج ما كتلاقاش بزاف مع الاسف. نرجع للامثال المغربي، الزواج ليله تدبير وعام، و100 تخميمه ولا ضربه بالمقص، صافي بركه. فعلا هي شيء اللي كل حاجه اللي غتكون في مصلحه الوطن، ما كنظنش حنا ما خصناش نبخلوا بها، لان واحد جالس
فطبعا وهو غادي يستافد، اكيد غادي يستافد، ربما في الاول غيكون واحد النفور لانه شيء جديد على الشباب، ولكن ربما بعد تجربه غيلقى راسو كسب واحد التجربه مهمه في حياته، وممكن التوجهات ديال حياته ككل غتغير. انا لولا ظروفي الصحيه اللي كتعرفوها كوني ما نبخلش على بلادي بالتجنيد. حبيبي الله يهديك، اشنو مازال بغيتك، تغلط ونسامح عليك وانت يا ما رعيتك، ضحيت انا بالغالي وانت يا لا تبالي، كل ما تواضعت معاك طلع لي في العالي، حبيبي خاف الله لا غالي بس سواك، حبيبي خاف الله لا غالي بس سواك، واللي تعدى القلوب فعلو غادي يلقاه، فعلو غادي يلقاه.